انا مخنوق من الست اللي بره دي، حاسس ان انا متجوز خالتي نبويه. عمر حبيبه قلبي جايلك. اعمل ايه بس؟ اعرف عليها واحده؟ ما هي دي سكه اللي زيك، اللي ما عندهمش شخصيه وبيستسهلوا فيهربوا من مشاكلهم مع واحده ست تانيه تلبس معاهم في حيطه اكبر. الستات برضو يا عمر بيحبوا حاجات ممكن تكون بالنسبه لك انت صغيره، لكن بالنسبه لهم تبقى مصيبه لو ما عملتهاش. يعني مثلا لو نسيت عيد جوازكم هتشوف يوم اسود من قرن الخروب. الستات يا حبيبي بيحسبوها بالورقه والقلم، بالساعه والثانيه. الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفه قوي قدام اي كلمه حلوه تتقلها من اي حد، حتى لو كان بواب عمر ده. عم حامد طب اعمل ايه بس؟ احتويها، افتكر مواعيد المناسبات اللي بينك وبينها، وفي المناسبات دي دلعها، خرجها، جيب لها ورد، شموع، هدايا. يا اخي خدني قدوه، مثل اعلى تحتذي بيه. اتعلم الرومانسيه من ابوك يا اخي. الو ايوه نهله، عايزه ايه؟ بقالك ساعه نازله تن 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 تن. ايه مش عايز اتكلم مع الواد كلمتين؟ نعم عايزه ايه؟ اه فالنتاين، فالنتاين ده ايه يا روح النونة؟ انا مش بتاع فالنتاين. لا 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 انا ما بحبش الحاجات دي. دباديب؟ لا يا حبيبتي انا مش بتاع دباديب، ولو مديت ايدك على التليفون هقطعها لك. سلام. فهمت يا عمر؟ وصل وصل. سوري بجد يا عمر اني اتاخرت النهارده، وبعدين كان في شويه حاجات كده في الشغل عايز اسالك فيها، بس خايفه اني اكون هعطلك. الحقيقه هتعطليني. اه اتفضلي اطلعي بره. نعم. تصدقتي ولا ايه؟ على فكره انا صايع جدا ما وريش اي حاجه. سوري. ممكن ارد على التليفون؟ اتفضلي. لحظه واحده بس. الو. ايوه يا بنت، عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه. لازم تعملي زي ما انا قلت لك، جمعي كل اصحابه واعملي له حفله عيد ميلاده. بس عيد ميلاده مش النهارده يا بنتي. ما انا عارفه انه مش النهارده، انت خليه النهارده. طيب اعمل كده. وبعدين ما جيتيش امبارح ليه يا نادله؟ اصل عندي ظروف. طب بصي هبقى اكلمك انا بعدين. ها كلميني ضروري. اوكي اوكي باي. طب يا كارما عندك السكرتاريه لو احتجت اي حاجه اساليهم، انا مضطر امشي بقى، بعدين مش هقدر اشوف القمر ده كل يوم كده بالمنظر ده. طب ماشي ليه بقى؟ معلش عندي ظروف. السلام عليكم. في ايه يا عبر بالك؟ الست عمر لما بتقفل من جوزها بتبقى ضعيفة قوي قدام أي كلمة حلوة تتقلها من أي حد، حتى لو كان بواب عمرتك. حتى أنت عم حامد اللي جابك هنا؟ عم حامد كنت بغير. أنبوبة بيه؟ أنبوبة؟ إيه. طب اتكل. شك شك مرزوقة تعالي جنب، شك شك مرزوقة تعالي جنب، تعالي جنب، تعالي جنب، تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي جنبي، تعالي جنبي. وحشتني قوي يا حبيبي. ده احنا باين ليلتنا عنب ان شاء الله، بس ما تقطعيش، عايزك تسلمي لي نفسك على الاخر. استسلمي، هتلاقي معاكي في الاوضه دي مروحه، 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 الاوضه هيبقى عليها وطيها، ويمنها هيبقى شمالها. مروحة عارفة يعني ايه مروحة؟ فريرة. صعبانة عليا قوي من اللي هتشوفيه. اطفي النور بقى. بالراحة يا رشدي. يا رشدي بالراحة على نفسك. فضلت اقول لها مروحة مروحة لحد ما بقيت مطوحة. فضلت اقول لها مروحة مروحة لحد ما بقيت مطوحة. معلش يا بابا، ما عملت تقول انا الاسد وانا المهلك وطلعي ورقه وقلم وهرينا حسابات بقالك 7 سنين؟ ايه يا عم انت عجزت ولا ايه؟ قوم بقى، قوم يا عم الاسد بقى. في ايه؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا 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 يا حبيبي. بقول لك ايه، عايزك تنسى بقى موضوع المروحه ده، وعايزك ترجع زي زمان تكييف.
رشدي، لآخر مرة بسألك، أنت واخد فياجرا ولا حاجة زيها؟ ها؟ في الحقيقة أبدا يا دكتور، وأنا بتاع الكلام ده برضو. اتفضل، حتى في الموضوع ده بالذات مسميني المهلك. لأن المحلول اللي في دراعك ده مع الفياجرا يموتك. يموتك. الحقوني بقى، المكان المهجور ده بقى اللي هنعيش فيه؟ عاجبكم المكان ده؟ اه. ايه اللي عاجبك في العمارة دي بقى؟ مفيهاش ستات يا خفيف. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ميت مرحب، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عم فادي؟ عم ايه؟ فادي بجد؟ خدامك فادي، وده ابن شيرين. شيرين؟ ودي الحاجه انجلا. ويلكم يا بيه. كمان انت منين بقى عم فادي؟ من مارينا ولا ايه؟ ايه ده؟ بلايستيشن. بلايستيشن؟ ده ملعبي بقى يا معلم. لا ده انا قطعك فيه. لا عم فادي مش سهل. خليك معايا انا يا عم فادي. كله تمام زي ما اتفقنا؟ زي ما اتفقنا يا ست هانم. العماره كلتها فاضيه، ما فيهاش غير شقه المذيعه داليا بدر وجوزها وشقه الست جيجي. ايوه بقى، تخش عليا بالحلم. ودي مهاجره وشقه الاستاذ منشي، وده بقى راجل محترم قوي. فادي فادي، الست جيجي جت بالسلامه. والنبي يا مدام سلمى وشك حلو قوي. من ناحيه قلبي ونار قلبي بتحاجج موت بتحاجج موت. بس الف حمد لله على السلامه يا ست جيجي. دي مدام سلمى والاستاذ عمر جوزها، جيراننا الجداد. اخيرا العماره بقى فيها جيران. والجيران لبعضيها احسن من الوحده اللي انا حاسه بيها. لا وحده ازاي بقى؟ امال انا بعمل ايه بقى؟ اي حاجه تحتاجيها، اي حاجه تحتاجيها، يعني اي امور ماديه معنويه زوجيه، يعني تقدري تعتبريني جوز حضرتك الجديد. سافله عمر. تضحك؟ لعلمك بقى انا جيجي دي مش قلقانه منها خالص، مش ذوقك ولا ستايلك اساسا، بس انا قلبي حاسس ان العماره دي ريحه هادي كده وهتبقى رومانسيه وما فيهاش مشاكل زي التانيه. انا عارفه، انا بقول لك ايه. انت طالق؟ طالق يا هانم. صلاح اسمعني بس يا صلاح. طالق يا مذيعه يا مشهوره، خلي الفن بقى والمعجبين ينفعوكي. صلاح 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 ابن الكلب. معلش اهدي 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 يا مدام داليا. اهدى انت. اهدي بس، في ايه اللي حصل؟ في ايه؟ والله اتفقنا على كده قبل الجواز، لما قدرني ولا ما قدرش شغلي. لا صراحه عمره ما يقدر ظروف حد ابدا. ضواطي عياطي يا اختي، عياطي. خرجي خرجي كل اللي جواكي يا اختي. العياط حلو برضه، العياط حلوه مدام داليا. عياطي عياطي. اهدي بقى اهدي بقى. اهدى انت. معلش فرصه سعيده، انا اسفه دي عملتكم بس بصراحه كده. صلاح ده ابن كلب قوي يعني. عياطي يا اختي. اهدى يا رشدي اهدى، وخليك ريلاكس وارتخي. بلاش الكلمه دي بتوترني، فاهم؟ بتوترني. علاجك عندي، بس انا عاوزك تشد حيلك. انا عارف شد حيلي، كنت جيت لك عندي برضو. انا عاوزك تركز على الجوانب الايجابيه الملهمه. بص على الاشجار العاليه، عواميد النور المغروزه في الارض. تامل بريمه البترول وهي بتضرب في الارض وبتطلع جاز. انا اللي جبت جاز يا حمدي. هي دي المشاعر السلبيه اللي قطمة وسطك. حفز نفسك، ارفع معنوياتك. عايزك تتخيل اوضه النوم دي غابه وانت طرزان. يعني ايه؟ اتطوح على النجف بتاع البيت وتنزل على شيته تقطعها بسنانك. قول الكلام انت قلته ده تاني. تنزل على شيته تقطعها بسنانك. تصدق الكلام بتاعك جاب نتيجه؟ واهم شيء في العلاج التدريبات. تدريبات؟ تدريبات ايه دي بقى؟ تطلع السلم وتنزل كل يوم 4 مرات. عم روح، ده انا بنهج وانا طالع بالاسانسير. ما هو لو طلعت السلم كل يوم 4 مرات من غير ما تنهج، هتحس ان قلبك قوي واعصابك شدت وركبك بقت حديد، وتبلبح حبايه من الدواء ده قبل المعركه. الحبايه دي ما
اقولها اكيد يعني؟ انك بلعت رصاصه. رصاصه؟ الله يرحمك يا نهله. مساء الخير يا مدام. الف الف مبروك على الشقه الجديده، ويا رب تكون يا رب تكون ادم السعد عليكم. ميرسي. انا منشي جاركم في الدور الرابع ومخرج اعلانات، وكنت حابب اتعرف على الاستاذ عمر. اه طبعا قوي قوي، اخيرا يا رب العمر فيها راجل يا عمر. ايه في يا استاذ؟ مش معقول. ايه في ايه؟ مش معقول. في ايه؟ نفس الحواجب نفس الدعم. ايه ده ايه ده؟ ولا في ايه؟ مش معقول. مش معقول. ايه اللي مش معقول؟ مين ده؟ انا نفس كل حاجته ده صاحبي الله يرحمه. الله يرحمه ومات؟ لا فركشنا امبارح. اعوذ بالله. بس تصدق صدق اللي قال، اللي جاي احسن من اللي راح، ومن جد وجد ومن زرع حصد، ولكل مجتهد نصيب. مش هتقول اتفضل بقى يا استاذ عمر؟ سلمى. والله يا مدام سلمى انا مستعجل، بس لازم ادي لحضرتك بوكيه الورد الجميل دوت، ويا رب يا رب يا رب تكون ادم السعد عليكم وعليا. نهار اسود امسك بقى. انا اسيب العماره الثانيه عشان فيها ستات، اجي هنا الاقي ستات ورجاله؟ انا لازم اعزل من العماره دي والنهارده بقى. شوف بقى ابن ال عيب عيب عمر، سيب الزفت ده، انا بكلمك عايز اعزل النهارده. انت عبيطه يا بنتي، ما تخليكي واثقه في نفسك شويه. انت ليه هزق كده؟ انا هزق يا عمر؟ لا معلش بقى، انا واثقه في نفسي كويس قوي. انت اللي غاوي تعيش وسط الناس زباله، عارف ليه؟ لان الزباله ما تستريحش الا وسط الزباله اللي زيها. بالظبط، عشان كده انا مستريح معاكي. انا زباله يا عمر؟ ايه الحوار الزباله ده؟ طب ورحمه بابا ما انا قاعده لك فيها. رحمه ايه؟ دايمين جنب بعض وكل واحد فينا في دنيا غير التاني. انت دايما حاسه ان انا لسه بخونك. والله ما خنتك ولا حتى فكرت، بس ما بقتش تحبني. انا طول عمري بحبك، بس انت اتغيرتي بعد الجواز. معقول انت سلمى؟ معقول انت عمر؟ دي السعاده اللي وعدتني بيها طول العمر، ربنا يهديك ليا. خلاص بقى يا عمر ما تزعلش نفسك. سبحان الله، ستات كتير جدا بيتعاملوا مع الجواز وكأنه نهاية قصة الحب اللي كانت بينهم قبل ما يتجوزوا. ما تكبرش الموضوع كده، هو انت يعني اول ولا اخر واحد يتجوز؟ اضحك بقى. بقولك انت وراك حاجة؟ لا ليه؟ طب ما تيجي نقعد مع بعض شوية في مكان غير الشركة. طيب اوكي يلا. بالراحة يا عمر بالراحة، تجينا فوق شوية بقى بدل الخانقة اللي انا فيها دي. يا نسوان يا خنيقة يا رجالة يا أولاد الكلب، وابتسمي كمان يا قلة الأدب، قولي وانت طالق. دي النيلة، شوت شوت شوت. مش انت مش انت. يلا جول جول جول. 4-0 يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم. غيري غيري الزفت ده يا معلم. حبيبة مين يا روح امك؟ انت عبيطة يا بنت ولا ايه؟ ايه يا عمر مش قصدي. غيري الزفت ده. طيب انا قصدي ان اغنيته حلوة بس. لا حلوة ولا زفت، انت عارفة ده بيعصبني. بنفسي. يا لهوي. هو الواد ده ورايا ورايا؟ اقلبي اقلبي.
انا مش فاهمه انت ظلمه كده ليه؟ ده حتى شبهك. شبهي؟ الواد ده شبه انا بحواجبه دي ولا شعر صدره اللي مصدره لنا طول الوقت؟ قلبي قلبي. هو احلى على فكره. بتقولي حاجه؟ ايه ده يا حبيبتي؟ ده ايه ده؟ ما تحطيها فوق احسن، حطيها فوقي. تحبي نقعد شهر بحاله لا ناكل ولا نشرب ونشتري العروسه؟ اهلا استاذ كامل. مراتي بنتي ناديه. انت راجل مسعد، ست لطيفه وبنت اموره. بص الدنيا ورايا حبالي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يخرب بيتك انت خارج كده؟ واحد صاحبي مات والدفنه بتاعته دلوقتي، سبت اللي في ايده وراح له جري. اللي في ايدك برضه يا واطي. لو محتاجني يبقى ملعون ابو صاحبي، صدق اللي قال الحي ابقى من الميت. امشي امشي يا كلب يا وسخ. امشي امشي امشي. مساء الخير. مساء النور. إيه لو سمحت في حجز باسم عمر وسلوى؟ ساميه. اسمك ايه؟ سلمى. اه